امير الطابعه بتوصل لكيكانوفيتش وحلوه كثير حلوه كثير التمريره والزينون بيخترق وبسجل كمان نقطه الخامسه على التوالي لصالح كريم زينون عم ينجح كمان على حيدر بالريباوند الدفاعي فاست بريك جديده جيمي سالم بيطلع على الخليل جاد بياخذ التستيدي الثلاثيه وفريق دينامو عم ينطفت بمجمع نوهاندا وفال وهيدي الرقم 32 بالبطوله جون عاصم عم يتحضر للدخول لارض الملعب وقت علي منصور علي منصور بيخترق لحاله على السله كان في تباطؤ دفاعي واضح من فريق دينامو وعلي منصور استغل الريباوند الحيدر شون ارمود بينطلق بالفاست بريك بمرر للعاصي والعاصي بسجل بايده الشمال اولى نقاطه بالجيم كانوفيتش لامير سعود امير بيعطي اللاعب البوست ممتازه ممتازه يا كيكانوفيتش حلو هالفينش حلو هالفينش على الجيم شون ارمود يعمل البيك على حيدر بيخترق بمرر كمان لعلي حيدر تحت السله بسجل الحيدر غير بدفاعاته المدرب جورج جاجا لما يخلي دينامو يلاقي الريتم يلي بده اياه بالجيم بوقت علي حيدر مش معقول يا علي مش معقول علي حيدر باي طريقه باي طريقه عم يخترق البيس لاين وحش كره السله اللبنانيه بالفعل بالفعل لعب ارتكاز منتخب لبنان اليوم غير ليفل غير ليفل اليوم علي حيدر بالجيم 19 نقطة وفي فرصة للرياضي بيروت يتقدم بالجيم جو عبد النور لمرة عند السمعة كيكانوفيتش بيخترق كيكانوفيتش بسجل بسجل كيكانوفيتش عم يسجل نقطة ال 14 رجع كيكانوفيتش اللي بنعرفه من الكوارتر الثالث شوفوا بالإعادة كيف عم يخترق على علاء الدين أرناؤوط ويسجل عليه شوفوا الفيك اللي عملها على الهاي بوست عمل درايف قدر يسجل الضربة عبد النور بنقول له اياها لكريم هلا رح تكون الخامسة كريم زينون الخامسة خمس ثلاثيات للزينون من سبع محاولات مش معقول كريم مش معقول يلي عم يعمله كريم بهالجيم جيمي بآخر الهجمة جيمي سالم بيسلم على شون شون ارمن عم يخترق شون عم يمرر بيعطي اوبن شوت للخليل شوت خليل بسجل مش معقول مش معقول يلي عملوا فريق دينامو بانطلاقتك وسيد الثلاثية ما بينجح عن الارك كيكانوفيتش بيتابع كمان ما بينجح ملا صراع ملا صراع بيحسب الريباوند الهجومي امير بسدد عن الارك انت شو يا امير انت شو يا امير هيدا اللاعب يلي عانى بالتسديد المسافات البعيده على عده مباريات عم ينتفض بالوقت الحساس بالمباريات الكبيره كمان علي علي منصور تسديده ثلاثيه علي منصور بسجل عم بينام علي منصور شو هيدي الحركة يا علي؟ علي منصور شوفوا شو عمل، شوفوا كيف أخذ التسديد الثلاثية وشوفوا ردة فعله لعلي منصور يلي عم يقول لهم روحوا ناموا يعني ما بعرف شو 1500 فوت لهلا على تويتر إذا فير بلاي عم تنلعب 73 88 الرياضة بيروت عم يتقدم 2-0 بالسيريز على حساب فريق دينامو بعد مباراة كبيرة جدا قدر عملها اليوم فريق الرياضي ومدربهم المدرب جورج جعجع